جائزة بوكر العالمية للرواية العربية. هي على فكرة الجائزة دي بقالها 5 سنين، ومرشح السنة دي لأنها ممكن تكسب رواية اسمها العاطل وللكاتب ناصر عراق. نعرف أكتر عن هذه الجائزة، يمكن مننا كتير ما نسمعش عن جائزة بوكر العالمية، وبعضهم برضو عارف. عايزين نعرف في الفقرة دي أكتر من ضيفي الدكتور خالد حروب، عضو مجلس أمناء جائزة بوكر العالمية للرواية العربية. صباح الخير يا فندم. صباح الخير ونهاركم سعيد ونهار مصر والقاهرة سعيد. الحمد لله على السلامة الله حضرتك، يسلمك. وكل سنة وحضرتك طيب. الله حضرتك يخليك. فلسطيني الجنسية. أيوه فلسطيني. أهلا وسهلا بيك أهلا بيك في مصر. في مصر يا فندم. الله يخليك. بداية كده أستاذ خالد، طبعا دكتور خالد ألف مبروك على الجائزة، وفي البداية عايز أعرف إيه هي الجائزة، كمان الناس عايز تعرف إيه هي الجائزة وأصول نشأة الجائزة دي إيه؟ إيه. هذه الجائزة تأسست من 5 سنوات تقريبا، وأسسوها مجموعة من المثقفين العرب وبعض الزملاء البريطانيين المهتمين بالأدب والثقافة العربية في لندن. تأسست بدعم مالي من مؤسسة إماراتية اسمها مؤسسة الإمارات، وهو دعم مشكور، لولا الحقيقة لما قامت الجائزة. وتداعى على تأسيسها الفكرة مجموعة، يعني الفكرة كانت موجودة عند أكثر من طرف، ثم تم اللقاء. أنا بكل تواضع كان عندي برنامج ثقافي على الجزيرة اسمه الكتاب خير جليس، كنا نعمل فيه مناقشات لكتب، فكنت أجلس مكانكم وأقابل الضيوف، واقترحناها على البرنامج، يعني استضفنا بعض الضيوف وعملنا نوع من الوعي بفكرة ضرورة إيجاد جائزة ترعى الرواية العربية على وجه التحديد وتحاول أنها تدعمها من ناحية توسيع مساحات وعدد القراء العرب للرواية العربية، لأنه معدلات القراءة العربية في المنطقة مع الأسف منخفضة جدا إلى درجة مخجلة، وفي نفس الوقت تحاول أن تترجم ما ينتج من روايات عربية إلى اللغات الأخرى الفرنسية الإنجليزية سواها، فيكون تقريبا هذا الهدفين. نجحنا في تأسيس الجائزة، ومن ذلك الوقت إلى حد الآن الذي يتم أنه كل عام نعلن عن دورة، دورة مثلا سنة 2012، وتتقدم روايات من قبل روائيين وناشرين، واللي بيقدمها الناشرين نيابة عن المؤلفين أيضا لدعم ولتطوير صناعة النشر. نعم. ودور النشر. كل سنة تقريبا تتقدم 120 رواية بهالحدود يعني، ثم بنعين لجنة تحكيم سرية لا يعلن عنها إلا يوم إعلان القائمة القصيرة، أي غدا بالنسبة لهذه الدورة. وهي اللجنة بتقرأ الروايات كلها، 100 رواية أو 120 رواية، وبعملوا تصفيات. التصفية الأولى يعلن عن القائمة الطويلة. بيقعدوا قد إيه يقروا ال 120 تقريبا؟ سؤال كويس. تقريبا 5 إلى 6 أشهر، وبمكافأة مادية، لأنه يعني تخيلي أنه بدك تقرأي 100 رواية يعني خلال 4 5 أشهر، مشروع مسألة يعني مش. فالدور الأول من التصفية أنه بيختصروا هذه الروايات إلى أفضل 16 عنوان. تصفية يعني. تصفية بالضبط. تمام. مثل تصفية بطولات الرياضية. تمام. بعدين التصفية الثانية اللي هي اختصار هذا العدد إلى 6 روايات. نحن نسميها القائمة القصيرة. يعني غدا سوف يعلن عن القائمة القصيرة في القاهرة. والخطوة النهائية الإعلان عن الفائز النهائي بكل هذه الدورة. ويعلن عنه في أبو ظبي في معرض الكتاب السنوي بشهر 3. طب دكتور خالد بعد إذنك، هو في مواصفات معينة عشان الرواية دي تخش في المسابقة أو تحصل على الجائزة؟ في مواصفات. أن تكون منشورة خلال السنة الماضية أو السنتين الماضيات، تقدم عن طريق الناشر، تكون مكتوبة باللغة العربية، ويكون الكاتب يعني عربي، مش لبعض الكتاب العرب قد يكتب بلغات أخرى. فإحنا تشجيعا لأن الإنتاج العربي أن يكون أيضا باللغة العربية وبالثقافة العربية، أن تكون باللغة الأم. لاحقا قد تترجم. هل أعضاء اللجان لجنة التحكيم مثلا بيبقى في جنسيات أخرى غير العربية؟ هذا سؤال مهم. بكون عندنا كل سنة 5 لجان تحكيم، واحد منهم نحرص على أن يكون ما حد مستعرب أو مختص بالثقافة العربية، من مرة أسباني مرة إيطالي أعتقد،
او بلاش حتى اذكر لك خلال بكره حتى تعرفوا مين معنا في هذه السنه. طيب. مره كان معنا بريطاني. في ناس بدرسوا في الجامعات الغربيه ليس شاطرا التدريس لكن بيكونوا مهتمين بالثقافه العربيه ومهتمين بالهذا، فبنحاول حتى يكون دائما في بعد عالمي لهي الجائزه. واربعه بيكونوا من العالم العربي. تمام. طيب سبب اختياركم يعني ايه اللي خلاكم اخترتوا قصه العاطل علشان تكون من ضمن الكتب او الروايات الموجوده جوه المسابقه؟ طبعا الكاتب ناصر العراق. المجلس الامناء هو الذي يشرف على الجائزه من ناحيه اداريه ومن نواحي ماليه وسوى ذلك. ومجلس الامناء كل سنه بعين لجنه تحكيم. كل سنه المجلس بعين لجنه تحكيم مختلفه عن السنه التي تليها. لجنة التحكيم هذه هي التي تقرأ الروايات وهي التي تقرر سواء على رواية العاطل أو سواها من ناحية النوعية، وأن هذه الروايات يجب أن مثلا تكون في القائمة الطويلة أو القائمة القصيرة أو سوى ذلك. لذلك السؤال لك الكريم لا أستطيع الإجابة عليه، الذي يستطيع الإجابة عليه لجنة التحكيم، يعني هذا قرارهم تماما منفصل عن مجلس الأمناء. مجلس الأمناء يخول لجنة التحكيم بقراءة واختيار الأعمال الفائزة بشكل مطلق، احنا ليس لنا علاقة لا نستطيع نؤشر. عادة القصص او الروايات اللي بتخش مسابقات دلوقتي او بتبقى في حيز الاختيارات دلوقتي بتكون ليها علاقة بالأحداث شوية اللي بتحصل في البلاد العربية، هل العاطل ليها علاقة برضو بالأحداث اللي بتحصل او بنمر بيها من بعيد او من قريب؟ الى حد ما انا قرات الروايه، يعني قرات الروايات اللي صاروا على القائمه الطويله حتى نعرف ايش شو اهتمامات الكتاب وسوى ذلك. الى حد ما بتتكلم عن شاب مصري محبط بسبب البطاله في مصر وسوى ذلك، وايضا من بيئه فقيره جدا، يعني ومن جانب من جوانب الاسئله طبعا. ثم بيهاجر الى دبي وبحاول انه يلتقط خط حياته الى اخره، ففي خضم احباطات عمليه وجنسيه ايضا وسوى ذلك، بيحاول ان يعيد ترميم نفسه. لكن سؤالك مهم، لانه معظم الروايات تقريبا خلال الخمس سنوات الماضيه هي تعكس الواقع المعاش سياسيا واجتماعيا وثقافيا، فتجد انه الروايه العربيه الان هي المرآة اليومية العاكسة وفيها نبض حقيقي لما يحدث في الشارع العربي. وأنا أعتقد إنه الفن الرواية العربي على وجه التحديد ليس فقط يعني بسبب الجائزة، لكن قبل ذلك كان دائما عنده هامش يستطيع ينتزع هامش حرية أوسع من الموجود في التابوهات الثلاثة اللي موجودة في المنطقة العربية، يعني السياسة والدين والجنس. تجد إنه في الرواية العربية دائما هناك في تحدي للخطوط الحمراء هذه، ونوع من المتنفس يستطيع أو يحاول المؤلفون والمؤلفات أن يفرضوا هامش إضافي. نعم. من طيب خلال لو سألت حضرتك تابع طبعا الجائزة دي من الأول، من أول ما أنشئت من خمس سنين صح؟ يعني في خلال على مدار الخمس سنين الجائزة اللي فازت أو الخمس روايات اللي فازوا كانوا عن إيه؟ واحدة مثلا كانت عن الإيه وإيه يعني أول واحدة كانت لبهاء الطاهر. أيضا رواية مصري. طب ورواية بهاء الطاهر كانت عن تقريبا صراع الهوية، صراع الهويات، يعني أيضا مكانها مصر. أعتقد إذا تذكرت صحيح أوائل القرن العشرين. تمام. الاستعمار البريطاني وفي مستشفى عن الهوية العربية. عن الهوية العربية. الروايات الأخرى مثلا في رواية سعودية على سبيل المثال، عبده الروائي السعودي فاز فيها أيضا عن الواقع السعودي وصراعات الثراء مع الفقر واستغلال السلطة والثروة في الاستبداد بالآخرين. تمام. رواية غنية بالرموز أيضا، الرموز السياسية. كويس. وتنقل الواقع السعودي من داخل الداخل، يعني كويس. تعلمنا ما لا نعلم. تمام. عن مثلا الواقع السعودي. تمام. في إحدى الروايات مثلا لمؤلف مغربي السنة اللي فاتت أيضا نفس الشيء، يعني بتعطينا هيك بانوراميك فيو على كل التطور الاجتماعي والسياسي في المغرب. طيب. دكتور خير، حضرتك فلسطيني الجنسيه. اي نعم. هل في خلال الخمس سنين في روايات فلسطينيه او كتابها فلسطينيين دخلت
الجائزة دي؟ اي طبعا، تقريبا كل سنة بكون بشارك من ضمن القائمة الكبرى ال100 رواية او اكثر او 120. عندنا روايات من موريتانيا لفلسطين، يعني تقريبا كل البلدان العربية موجودة. نعم. في القائمة القصيرة اللي هي 6 روايات كل سنة، فازت في اكثر من مرة تكون لروائيين فلسطينيين. اذكر مثلا ابراهيم نصر الله، رواية فلسطيني كتب ملحم الحقيقة، اسمها زمن الخيول البيضاء. نعم. وهذه أيضا يمكن أرخ فيها لنصف قرن من التاريخ الفلسطيني الساخن، اللي هو مرحلة انحدار وانهيار الدولة العثمانية وحضور الاستعمار البريطاني ثم الحركة الصهيونية. نعم. ففي حقبة مهمة جدا من تاريخ فلسطين نقلته، ومنحة حقيقية. وكنت أتوقع أن يفوز بالجائزة كلها في ذلك العام لولا أنه كان في رواية أخرى أيضا ملحمية ولا تقل عنها أهمية وروعة، ليوسف زيدان الروائي المصري اللي هي عزازيل، الرواية المشهورة عزازيل. طبعا ملحمة أيضا مصرية في الأسكندرية وكل صراع العقل والدين. لو جينا نتكلم على التجهيزات بقى السنة دي، تجهيزاتها هتكون شكلها عامل إزاي، وفي أي بلد هتتم الاحتفالية؟ الاحتفالية النهائية راح كل سنة بتنعمل في أبو ظبي، نوع من التقدير للجهة الراعية ماليا، وعلى هامش معرض أبو ظبي للكتاب الدولي بآخر شهر 3. الآن التجهيز ما قبل ذلك هو الذي سوف يعلن عنه غدا، وهذه يعني الخطوة الأكبر لأقول قبل الحفل النهائي، وهي الإعلان عن القائمة القصيرة. القائمة القصيرة تتضمن 6 روايات التي سوف تفرز الفائز الأخير، وكل رواية فائزة يمنح كاتبها أو الكاتبة 10,000 دولار، هي المكافأة المالية. والفائز في الأخير 50,000 دولار. غدا في بكرة بكون عندنا مؤتمر صحفي موجود فيه اللجنة التي تجتمع اليوم، اجتماعات متواصلة وسرية. وسوف تعلن اللجنة غدا في المؤتمر الصحفي عن القائمة الفائزة، القائمة القصيرة الفائزة. وثم مساء في قصر طاز راح يكون نوع من اللقاء العام لمناقشة الروايات. مع دكتور، انت ليك كتاب اسمه في مديح الثورة، الكتاب ده عن ايه؟ او يعني بتتكلم عن الثورة بأي صورة او من انهي زاوية؟ الآن هذا يعني بعيد عن الجائزة المتعلق فيه. في مديح الثورة يعني رؤيتي وما رأيته وما كتبته حول الثورات العربية والربيع العربي، وهذه الرؤية يلخصها العنوان الفرعي للكتاب اللي هو النهر ضد المستنقع. النهر ضد المستنقع. وأعني بذلك ما يلي، أن بلداننا العربية خلال العقود الماضية وصلت إلى ما يشبه بالمستنقعات الراكدة. لم يعد هناك أفق، هناك استبداد، هناك تسلط، هناك استغلال للثروات، هناك قمع للطاقات الشبابية، فانسد الأفق علينا. فأصبحنا مثل المستنقع. المستنقع شو اللي بيحصل فيه؟ المستنقع بيحصل فيه ركود. التعفن والركود بالضبط والمزيد من التكلس. ما فيها، انتهينا يعني. طاقاتنا المبدعة كلها هاجرت أي شيء. فلذلك تجد الثورات في تقدير التي حصلت هي مثل النهر اللي بيجي على هذا المستنقع. شو بعمل فيه؟ بيزيحه. بدخل عليه الجريان. النهر دائما حيوي، فيه أكسجين، فيه حركة، فيه كذا، على عكس المستنقع اللي كله جراثيم. نعم. فأنا بعتقد أنه هذه الثورات مثل النهر اللي يجي يطهر هاي المستنقعات. لكن النهر ممكن ياخذك لليمين، ممكن ياخذك لليسار، ممكن ما بتعرف كمان. يعني النهر يعني لين كده، فلكسبل يعني. فلكسبل وكمان مقامره، يعني انه ممكن النهر ما. فانا مع هاي المقامره. انا داخل هذه المقامره واؤيدها ضد المستنقع، لان المستنقع مستقبله واضح اللي هو المزيد من التعفن. النهر على الاقل بيفتح الاحتمالات، ممكن تزبط معنا، ممكن مثلا كده. هو حضرتك وهو بتكتب يعني ايه، عايز اعرف برضو من خلال كاتب زي حضرتك تاثير السياسه على الادب، وحضرتك بتكتب في كتاب زي ده، تكلمني كده عن الكونسبت ده او تاثير السياسه على الادب بيكون عامل ازاي؟
هذا سؤال مهم عام ما بتعلق فيه، لأنه الكتاب هذا كتاب سياسي مش كتاب أدبي. مش كتاب أدبي هذا، لكن السياسة خاصة في منطقة ودول ومجتمعات مثل مجتمعاتنا، مجتمعات ما زالت تبحث عن المعادلة الاجتماعية والسياسية والنهضوية اللي ممكن تنقلها من واقعها المؤسف إلى واقع أفضل. السياسة هي إن شئت العنصر الأهم في التأثير على الأدب، لا يستطيع الناس الانفكاك منها، لذلك تجديها منعكسة في الشعر، في الرواية، في القصة القصيرة، في المسرح، في الفن التشكيلي، وين ما كان إحنا مضغوطين سياسيا لأنه مش عارفين نتنفس أيضا بسبب السياسة. نعم. فتجد إنه انعكاس السياسة على الإنتاج الأدبي والإبداع الأدبي انعكاس كبير جدا. وأحيانا إن لم تجدي هذا الانعكاس في ما ينتجه المبدعون، أحيانا قد نشك مثلا في صلة هذا المبدع بواقعه. نعم. يعني ممكن مثلا أنت ترسم لوحة بعيد عن السياسة، تكون زهقان السياسة وخلاص، أو تكتب شعر مبدأ مرة مرتين أو ثلاثة أو تنتج، لكن إذا كان كل إنتاجك الأدبي لا يعكس الضغوط السياسية اللي أنت ومجتمعك عايش فيها، معناته أنت منفصل تماما عنه. ده صحيح. وفي نفس الوقت ما بنطالب أنه الأدباء والمبدعين يكون كل اللي يكتبوه انعكاس للسياسة، لأنه يجب نظلمهم يعني. يجب أن يكون في دائما مساحة للإبداع وهامش عريض للإبداع الذاتي، أنه يعني هنا عظمة الأدب والفن، أنه أنت بتترك التداعيات الذاتية هاي تخرج وتندفع ثم تسير حيثما أرادت أن تسير، وإلا لم يكن أدبا. دكتور خالد، مشاريعك المستقبلية إيه؟ بغض النظر بقى عن الجائزة، خلاص عرفناها وفهمنا الحكاية، أنت مشاريعك المستقبلية إيه؟ ناوي تكتب في مجال إيه؟ أو في إيه الأفكار اللي أنت بتفكر فيها أو مشغول في إيه؟ والله يعني في بالي أيضا رواية، لكن أتمنى أنه يصير عندي الوقت أني أكتبها. وأكتبها بالعربي بالإنجليزي، لأنه اللي في بالي أن تخاطب أيضا الآخر، تخاطب الغربي، شيء مهم جدا. فهذا يعني أحد المشروعات هيك الموجودة والمؤجلة دائما في ذهني، وأتمنى هيك. لا ان شاء الله بعدها كمان، بعد ما ينزل ان شاء الله المشروع ويكتمل كده، تكون معنا في نهارك سعيد. انا بشكرك جدا على وجودك معنا النهارده، نورتنا الحياة دكتور خالد. شكرا. دكتور خالد حروب، عضو مجلس امناء جائزه بوكر العالميه للروايه العربيه، شرفتنا يا فندم، ونهارك دايما سعيد يا فندم. نهاركم سعيد والله، ونهار القاهره ومصر سعيد. شكرا يا فندم. شكرا. مشاهدينا، ده كان يومنا النهارده، وبكره يوم جديد، ونهاركم دايما ان شاء الله سعيد. سلام.